صباح الفل، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا طلبوني ببرنامج كده مش عارف اسمه ايه، عامل يا توفيق ولا توفيق عامل، عشان اعمله معاهم. شايف ان يعني هي تجربه يعني يمكن تنجح، بس انا مش محتاجها الصراحه يعني. والبرنامج اسمه ايه؟ انا مش فاكر اسمه ايه. عامل يا توفيق ولا اسمه ايه؟ اسمه توفيق. توفيق ايه؟ اسم البرنامج ايمن يا توفيق. ايمن يا توفيق؟ لا، اسم البرنامج عامر يا توفيق. على فكره يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه، بس انا لما قررت ان انا اخش معايا في الشغل بتاعه، انا راجل شعبي قوي قوي قوي، بس عايز اقول لكم على حاجه، راجل عشوائي. انا لما دخلت معاه الشغل بتاعه، دخلت عشان انجحه واعمل منه حاجه كبيره. عارفين ليه؟ لان انا بحب الناس كلها، وبحب اوصل صوتي للناس من عرقي. الراجل دون اي نعم تنك تناكه غير عاديه، ولكن عادي ترجع له. اما انا ابن بلد متربى على طبليه بابي ومامي واخواتي. البرنامج ده خياله ملبوس، درامته تبوظ. لو افتكرتونا طبقيين، ايمن عامر ومحمد توفيق، دول اصلا مجانين مهيسين، مسيكبين لسعين، شاكرين مهللين. معمرنا بيكون محبوب، البرنامج المحبوب قوي. عامر يا توفيق. يس. ايه ده؟ ازاي كده؟ بجد تذكرة غليت للدرجة دي؟ ما الناس الغلابة هتعمل ايه؟ حلو قوي. نتكلم النهاردة بقى عن التذكرة اللي بقت بسبعة جنيه بعد ما كانت باتنين جنيه. دي مفاجأة ليه انا لسه شايفها دلوقتي حالا يعني. وبالنسبة لي انا مش فارق معايا الصراحة، بس في ناس تانية اكيد هيبقى فارق معايا الموضوع ده. يلا ممكن انزل اسف عليهم دلوقتي واروح اشوفهم هيقوم ايه. يا نهار ابيض، تذكره المترو بقت بسبعة جنيه. تخيلين يا جماعه ان تذكره المترو بقت بسبعة جنيه النهارده. تذكره المترو دي اللي بيستخدمها 20 مليون مواطن مصري. عارفين لما 20 مليون مواطن مصري يبقى التذكره معايا 7 جنيه، الناس دي تجيب منين؟ اكيد في ناس غلابه زي ما انتم متوقعين ان في ناس اغنياء، فطبعا تذكره المترو عليهم هتبقى حاجه غاليه جدا جدا. فانا قررت ان انا عندي كميه من التذاكر هضطر ابيعها في السوق السوداء. ايوه، تذاكر تذاكر تذاكر، وادي اول واحد. اتفضل يا حاج. ايه دي؟ تذكره ب 2 جنيه. 2 جنيه؟ اه ب 2 جنيه. ليه كده ب 2 جنيه؟ تذكره النهارده بقت ب 7 جنيه يا حاج. 7 جنيه؟ امال انت فكر ايه يا حاج؟ ليه؟ طب انت رايك ايه في الكلام ده يا حاج؟ رايي ايه؟ الناس دلوقتي بتتزاب 7 جنيه، غلبان يعمل ايه؟ هيعمل ايه طب الغلبان؟ هيعمل ايه في الغلبان؟ الغلبان دلوقتي يدفع تذكره 7 جنيه يعمل ايه؟ كمش بقى مترو ما تعرف مترو عن فاهم ان هو ب 2 جنيه، ما يركبش مترو يمشيها ولا ايه؟ امال هيعمل ايه طب يا حاج؟ يعني اللي حط قيمه السعر ده في التذكره ما راحش غلبان؟ طب هيعمل ايه طيب؟ انت رايك ايه في الكلام ده؟ انا كواحد مش موافق على الراي ده. طب انت كنت رايك الكلاميه ب 2 جنيه كانت غاليه؟ لا، ب 2 جنيه كانت حنينه، ولو ب 3 جنيه كانت كويسه. ما هو خلاك ب 3 جنيه يا حاج، 3 جنيه اللي هم 9 محطات. طب انا غلبان. ب 5 جنيه 16 محطه، ب 7 جنيه بقيت المحطات. طب انا برمجت بيتي وبرمجت عيشتي وبرمجت ان انا بدفع كل يوم 3 جنيه و2 جنيه في المترو، اجي ادفع 7 جنيه منين؟ يعني انت لو مرتبك 1000 ونص مش هيقضيك يا حاج؟ مش هيقضيني طبعا. طب ما انت عايز مرتب كام يا حاج؟ مرتبي عايز ميه ونور وغاز وكده 1000 جنيه لوحده. طب هنعمل ايه عشان الاول؟ طب نأمن يعني اقوم البلد من الاول وجديد والله ربنا يرحمنا. المترو بيقول لك النهارده زاد من 2 جنيه لبعد 7 جنيه، انت ايه رايك في الحوار ده؟ انا غالبا شفت تسعيره جديده. يعني بص، انا اعتقد ان هو زاد في الفتره اللي فاتت ميه كان بجنيه وبعد كده بقت ب 2 جنيه، بس هو حاجه كليه حاجه ما تهمنيش. بس بالنسبه للناس اللي مش لاقيه تاكل، فاغلب الشعب المصري يعني بيركب مترو. غالبا 5 مليون بني ادم كل يوم. انا عن نفسي يعني اول ما عرفت ان المترو هيغلى جبت مكنه. انت عملت ايه؟ جبت بايك يعني. مش محتاج مترو الصراحه، مش عايز مترو، مش بركب مواصلات. وانت شايف الحل ايه بقى مع الناس دي؟ اي ناس فيهم؟ هل الناس اللي غلت المترو ولا الناس اللي هتركب المترو؟ اكيد الناس اللي غلت المترو. ان الناس ما تركبش المترو ده الحل يعني؟ ده الحل. طب والناس الغلابه يعملوا ايه بقى؟ ما هو يعني ما يركبوش المترو، ما يركبوش المترو لفتره كده معينه عشان يعرفوهم ان هو حاجه بتخسر. نفس الفكره بتاعت البيض بتاعت المكسيك بالظبط كده. نفس الفكره بالظبط، بس ما كانتش المكسيك عامه، كانت مكسيك، كانت بوتغال. سوري، انا فاكر ان هي المكسيك، كانت بوتغال. اوكي اوكي حبيبي حبيبي. ايش بس حبيبي؟ سلام. مساء الخير، اخد من وقتك بس 3 دقايق. 3 دقايق كتير قوي. انا النهارده جاي بس استفسر معاك على حاجه. صحينا الصبح على خبر ان التذكره كانت ب 2 جنيه
بقت ب 7 جنيه سكورت المترو. اوكي. حاسه ان الخبر ده هيأثر عليكي بحاجه؟ هو مش هيأثر عليا بس اكيد هيأثر على ناس ثانيه. من ناحيه ايه؟ اما حسيت الازمه في الاول ان هي من جنيه بقت ب 2 جنيه لا قامت ثوره زي ما بيقولوا، لكن دلوقتي بقى عم يعني ب 2 بقت ب 7. في ناس اكيد مش يعني هم مش لاقيين ياكلوا فكمان هيعرفوا يركبوا. طيب انت حاسه انت حاسه ان ال 7 جنيه دي هتخلي في ناس كتير ما تروحش شغلها مثلا؟ يعني في ناس متوقعة ان هي مش تروح شغلها عشان السبع جنيه؟ لا مش هتروح، بس هيبقى تعثر لان احنا في بلد ما فيش يعني مستوى الدخل مش زي مستوى الصرف. أيوة. ما عندناش البالانس ده. قصدك اللي كده مثلا اللي مرتبه 1500 او 2000 جنيه لما يصرف 7 جنيه يوميا غير اكل وشرب فمش هتقدر، مش هيلاقي اي حاجه اصلا. طب انت تنصحي بايه او رايك ايه في الكلام ده؟ لا انصح ان يبقى في يعني مش وسيله مواصلات ثانيه بس اكيد لازم يبقى في دعم في حاجه، لان دي يعني المترو هو الحاجه الوحيده اللي بتخدم الطبقه اللي هي زي ما بنقول الشعبيه او تحت. أيوة. الصفر، وجزء كبير جدا من الشعب بيركب المترو. هي وجهه نظر برده كويسه منك قوي قوي، وان شاء الله نتمنى انها تتعدل عن كده وتبقى حاجه بصم. احسن من كده بكتير. حضرتك النهارده يعني صحينا ان التيكت بتاع المترو بدل ما بقى 2 جنيه بقى 7 جنيه. هو الرأي طبعا يخد يعني من 2 جنيه ل 7 جنيه كتير. طبعا في ناس هتقدر وفي ناس مش هتقدر. حاجة صعبة طبعا يعني. الغلو ده صعب في كل حاجة يعني مش في التذكرة بس. وأنت من وجهة نظرك يعني هنعمل إيه في الموضوع ده؟ أو الناس الغلابة هتعمل إيه؟ والله الناس الغلابة بقى ربنا يتولاهم بقى برحمته. لأن هم هيعملوا إيه أكتر يعني؟ هم الشرق واكلين طين يعني. طيب لو عايزين نطلع لها حل يعني الناس ممكن تعمل ايه؟ لا الحل عند ربنا بقى، ربنا تولاه، ما فيش حل الا كده. يعني انا عن نفسي جبت مكنه بايك عشان اروح بيه شغلي بدل ما ادفع كتير. انت ممكن تعمل ايه؟ كتير بقى، واحد يجيب عربيه، واحد يجيب لا انا بتكلم الغير قادر يعني يجيب عربيه. الغير قادر بقى يجيب له عجله بقى او عجله. ده اسهل حل، ده ارخص حاجه. مساء الخير، ازيكم يا رجاله؟ الحمد لله. ممكن اخد من وقتكم بس دقيقه واحده؟ اتفضل. طب انا عايز ابيع التذكره دي ب 2 جنيه. ما هي فيها، ما هي ب 2 جنيه. لا التذكره ما بقتش ب 2 جنيه، انتوا بتحلموا بقى ب 7 جنيه النهارده. 7 جنيه؟ ب 7 جنيه. ليه يا عم؟ المترو بقى ب 7 جنيه النهارده. ليه يعني كده؟ مش لازم تركب مترو تروح بسكوتر. واحد اروح الشغل ازاي؟ بعجله. بعجله؟ انت الجامعه بتاعتك فين؟ في حلوان؟ في حلوان. طب ما تروح بعجله. طب افرض ان ما عنديش عجله مثلا. اشتري عجله. انت فقير؟ افرض معيش اشتري عجله. اركب المترو ب 7 جنيه. طب ما تنعيش 7 جنيه. طب انت شايف الحل ايه في المشكله دي؟ طب اخلوها ب 7 جنيه ليه يعني؟ افرض مثلا اللي معوش ال 7 جنيه يروح مثلا المترو ولا حاجه، واحد رايح شغل ورايح جامعه كده ومعوش مثلا ال 7 جنيه. طب انت رايك لما كانت ب 2 جنيه كان السعر ده مناسب؟ هو كان لو كانت بجنيه وغلوها بقت ب 2 جنيه بقت غاليه برضه، بس 7 جنيه يعني غاليه قوي برضه. طب انت شايف لما تروح الشغل مثلا بتاعك او الجامعه بتاعتك او الكلام ده هيأثر عليك؟ هيأثر جدا. طيب انت ال 7 جنيه مثلا دول اللي انت تركب بيهم مثلا المترو دول كنت ممكن تاخدهم كمصاريف مثلا اليوم بتاعك كله؟ كنت ممكن. طيب وانت دلوقتي لما تدفع 7 جنيه في تذكره المترو بتاعك هتلاقي تاكل وتشرب في تروح شغلك؟ يعني هيأثروا معايا جامد. طب ما كده كده هيكلنا على رمضان، ما انت كده كده هتصوم. طب برضه بعد رمضان هنعمل ايه؟ ما انا افتح. علي افرض مثلا الشباب بيشتغل في رمضان عادي يعني. ممكن مثلا واحد ما بيشتغلش في رمضان بياخد مثلا كلهم مصروف بتاع 20 30 جنيه، هيصرف ازاي مثلا؟ هيصرف بتاع 20 جنيه مواصلات 30 جنيه. يا حبيبي انت ما بتشوفش الاعلان بتاع العجل؟ كلنا عايزين نركب عجل، احنا راضيين على فكره. احنا شباب ولا انتم مش شباب ولا ايه؟ شباب. بس كان بيركب عجل يعني عادي. طب مش انتوا رايكم ان الموضوع 7 جنيه كتير؟ كتير طبعا. مسحنا على خبر وحش قوي النهارده يعني يهم ناس كتير قوي. بس ما يهمنيش انا، بس يهم ناس كتير او طبقات معينه. احنا صحينا ان لقينا المترو غلي. بقى 7 جنيه بدل 2 جنيه. طبعا في طلاب بقى وناس كتير وشغل. احنا مسحلين لما نركب ب 7 جنيه رايح ب 7 جنيه جاي، وبنركب مواصلات برضه ب 3 جنيه رايح وب 2.5 جاي، يعني 24 جنيه واحنا رايحين الجامعه نجيب منين بقى؟ طب انت ايه رايك في الموضوع ده او انت شايفه الحل يبقى ايه؟ ايوه التذكره ترجع تاني زي ما كانت ب 2 جنيه. ايوه طب ما اكيد حتى الاشتراك بتاع المترو بقى احنا متفقين عموما ان مفيش حاجه بترجع. يعني انا لقيت حل لنفسي، يعني انا لقيت حل لنفسي في الموضوع ده. ان انا جبت بايك مكنه اروح بيها شغلي ويضيع توفر عليا. انت رايك ايه؟ يعني انت اللي مش قادر يجيب بايك، اللي مش قادر يجيب عربيه، اللي مش قادر يجيب الحاجات دي، ممكن نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني انت شايفه ان هي كده مقفوله؟ لا مش في حل يعني. انت وكل واحد ليه فكره ممكن يتصرف بيها ساعتها. مش عارفه نعمل ايه بس خلاص غلط، هنعمل ايه؟ هتدفعي يعني؟ هندفع، مضطرين، هنعمل ايه؟